النهاردة معادنا مع عالم مليان بالغموض والإثارة، عالم الطيور الجارحة اللي كل واحد فيهم ليه قصة وحكاية. فكرة ان الصقر والعقاب والنسر والباز مش مجرد طيور، دول شخصيات معقدة وملهمة، كل واحد فيهم ليه صفاته وقواه الخاصة. هنتعمق في العالم ده وهنشوف ليه الصقر مختلف تماما عن العقاب، وليه النسر ليه مكانة تانية خالص، وكمان ايه هو الباز اللي كتير مننا ما يعرفوش واللي مش زي اي حد فيهم. مش هقولكم بس على مواصفاتهم وشكلهم، لأ، هنعيش معاهم اللحظات اللي خلتهم يكونوا ملوك السماء وأساطير في عالم الطيور. لو أول مرة بتسمعني، أنا إبراهيم عفيفي بقدم لكم أغرب المعلومات والأسرار الغريبة والقصص الحقيقية التي لم تسمع عنها من قبل في إطار من الدراما والتشويق، وانتم دلوقتي في قناة معرفة لا تصدق. لو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي واتفرج على فيديوهات عوالم غريبة وفيديوهات قصص العجائب واللي إن شاء الله هتعجبكم. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة. النهاردة هعرفكم على الفرق بين العقاب اللي بيلقب بسيد السماء، والصقر اللي هو أسرع كائن على وجه الأرض، والنسر اللي بيسموه الجهاز المناعي بتاع الكوكب، والباز اللي هو أشرس الطيور الجارحة واللي كتير من الناس ما تعرفش عنه حاجة. وهبدأ لكم بالفيديو ده علشان تشوفوا الفرق الرهيب في الحجم بين العقاب والصقر. هنتكلم الأول عن العقاب. العقاب هو أضخم الطيور الجارحة الصيادة، وهتفهموا ليه بقول لكم الصيادة في آخر الفيديو لما نوصل للنسر. حجم العقاب الضخم هو اللي بيمكنه إنه يصطاد فرائس كبيرة جدا، عكس الصقر اللي بيعتمد في غذائه على الفرائس الصغيرة. ولو العقاب بيلقب بسيد السماء، فالعقاب اللي قدامكم ده هو سيد أسياد السماء، وهو العقاب الذهبي أو الجولدن إيجل. زي ما انتوا شايفين بيقدر يصطاد ديب لوحده، والجولدن إيجل هو اللي موجود على علم مصر وعلى علم دول كتير في العالم. واللي الناس ما تعرفوش إن رايد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اسمها العقاب، والعقبان لها أنواع كتير هعرفكم منهم شوية دلوقتي. ده البولد إيجل أو العقاب الأصلع اللي بيعيش في أمريكا وبيعتمد بنسبة كبيرة في غذائه على السمك، وده عقاب اسمه الأسبري، وده ربنا مديله قدرة رهيبة إنه يغطس تحت المية عشان يصطاد السمك، وده عقاب الثعابين اللي بيتغذى على الثعابين بشكل كبير، وده عقاب ناس كتير ما تتوقعش إنه موجود، هو عقاب العسل، ومن اسمه يبان لكم إن غذائه الأساسي هو العسل. وجي وقت أسرع مخلوق على وجه الأرض، الصقر. بتوصل سرعة صقر الشاهين 390 كيلومتر في الساعة، وهو صقر مجنون بمعنى الكلمة، لانه ساعات بيهجم على فرائس اكبر منه في الحجم زي ما انتوا شايفين. وابداع ربنا في صقر الشاهين هو اللي علم الانسان ازاي يعمل طيارات حربية تقدر تمشي بسرعات رهيبة من غير ما محركها ينفجر. وده صقر اسمه الكاستريل، ربنا مديله قدرة رهيبة على الاوفرينج، وهي انه يقدر يثبت مكانه في الهواء زي الطيارة الهليكوبتر بالظبط. ولو هلخص لكم الفرق بين العقاب والصقر، فالعقاب هو طيارة الركاب الضخمة اللي بتمشي في السماء، والصقر هو الطيارة الاف 16 الحربية. وهعرفكم بعض انواع الصقور بسرعة. اللي قدامكم ده هو اصغر صقر واسمه الامريكان كاستريل، وده صقر الجير اللي بيعيش في الاماكن الثلجية واللي بتوصل فيها درجة الحرارة الماينس 20 درجة سليزية، وده من اجمل الطيور اللي ربنا خلقها واللي اسمه الصقر الحر. ودلوقتي جه دور الجهاز المناعي للكوكب، النسر. مختلف عن كل الطيور الجارحة التانية لانه ما بيصطادش، فبيعتمد في غذائه على الجيف والحيوانات الميتة، وعشان كده بيلقب بالجهاز المناعي لانه بينظف الكوكب من اي حيوانات ميتة وبيمنع انتشار الامراض، وربنا مديهم مناعة قوية ومعدة تقدر تهضم اي حيوان ميت حتى لو كان متعفن وحامل الامراض. والنسر اللي قدامكم ده هو اكبر مثال على كلامي، واسمه البيرد فيلتشر، النسر الملتحي، وغذائه الاساسي هو العظم، وانواع كتير من النسور كل واحد فيهم ليه دور ربنا خلقه علشانه، أشكال سبحان الله على جمالها. وآخر نسر هعرفكم عليه هو النسر اللي قدامكم ده، وهو النسر الوحيد اللي متسمي على اسم دولة، وهو اسمه النسر المصري. وجي دور أشرس طير جارح واللي للأسف ناس كتير ما تعرفوش، اسمه الباز، وبالإنجليزي اسمه الهوك، والطير ده بيعيش في الغابات ووسط الشجر، علشان كده ربنا مديله شراسة وقدرة على المناورة وتغيير الاتجاهات مش موجودة عند أي طير جارح تاني. بيطارد فرايسه في أماكن ضيقة جدا، وبيقدر يتحرك بكل سلاسة بين فروع الشجر من غير ما يخبط فيها، ودي تجربة هتبين لكم قد إيه الباز عنده قدرة رهيبة إنه يعدي بين أماكن ضيقة ويصغر حجم جسمه، وكل المهارات دي علشان يقدر يحقق الهدف اللي ربنا خلقه علشانه في البيئة اللي حطه فيها. وصلنا لنهاية رحلتنا المثيرة في عوالم أكتر الطيور الجارحة قوة وشراسة، واللي قدرنا فيها نقرب أكتر من هذه الكائنات الرائعة، ونستمتع بجمال الغموض والإثارة اللي بتحيط بهذا العالم الساحر.
ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم واستمتعتم بيه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد مع معرفه لا تصدق.